كليوباترا بتقرر إنها تاخد يوليوس قيصر في رحلة عبر مصر. تعرفوا عليها وتفرجوا أجمل أماكن في مصر. كانت عايزة تقنعه إن مصر مش بس قمح وفلوس، لأ، مصر أكبر من كده بكتير جداً. وفعلاً بتبدأ معاه رحلة من اسكندرية مروراً بكل الأماكن الجميلة في مصر، بأهرامات الجيزة، بالمكتبات، بالمعابد، بهرم زوسر. بتفهمه إنه لو حب مصر من قلبه واحترمها، كمان مصر هتبات له حب واحترام. لغاية ما بيوصل هنا معابد أبو سمبل، بيكون فعلاً واقع في حب مصر وفي حب كليوباترا. كليوباترا بتخلف ولد، وفي حركة ليها معاني إنسانية وسياسية بتسمي الولد قيصرون أو القيصر الصغير. كليوباترا في الأغلب كانت بتحب القيصر، وطموحها كان إن هي وابنها ممكن يحكموا العالم من خلال روما مش مصر بس. قيصر بيرجع روما وبيهيئ المجلس والشعب الروماني لوصول زوجته الجديدة كليوباترا وابنه منها قيصرون. لكن المشكلة إن قيصر متجوز فعلاً من سيدة رومانية، ما عندوش منها أولاد، لكن جوازه من سيدة يونانية مصرية في مشكلة للشعب الروماني. لكن كليوباترا بتروح روما بالفعل مع ابنها في وسط ذهول وانبهار الشعب كله من فخامة وبزخ الموكب المصري، وده أدى لزيادة كراهية وسخط المجلس وزوجة القيصر الرومانية لكليوباترا وابنها. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.